الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا مشيئة الله نفس الشيء، مشيئة تقديرية ابتدائية، ومشيئة العبد مشيئة تابعة سببية. مشيئة الله تعالى مشيئة تقديرية ابتدائية، ومشيئة العبد مشيئة تابعة سببية، كما قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا. طيب، أولم يشاءوا هم الاقتتال؟ الجواب أجيبوا: أولم يشاءوا هم الاقتتال؟ شاءوا الاقتتال، لكن مشيئتهم للاقتتال مشيئة سببية تابعة، وإنما الذي شاءها تقديرا وإيجادا هو من؟ الله. فلو لم يشأ الله في السماوات أن يقتتلوا فإنهم وإن شاءوا أن يقتتلوا لن يحصل الاقتتال. وإذا شاء الله عز وجل في السماوات تقديرا أن يقتتلوا فسيحصل الاقتتال ولو لم يشاءوه، كما نشب القتال بين بعض الصحابة وهم لا يريدونه أصلا، يريدون الصلح وتنتهي المسائل، لكن نشب القتال لأمر يعلمه الله عز وجل وحكمة اقتضاها. فإذا صارت المشيئة التقديرية الابتدائية يملكها من؟ الرب تبارك وتعالى. وأما مشيئتك التي أنت تشاؤها في الأشياء فهي مشيئة تابعة لمشيئة الله وسببية لتحصيل ما شاء الله أن يأتيك. ويبين ذلك قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل. أنتم معي في هذا؟ طيب، انتبهوا. المشيئة يراد بها الإرادة الكونية، انتبه. لا توصف الإرادة الشرعية بالمشيئة، وإنما توصف بالمحبة. بدليل، وهذا التنبيه لماذا؟ لأن من الناس من يقول: إن الله يشاء الإيمان مني وأنا أشاء الكفر، فوقعت مشيئتي ولم تقع مشيئة الله. يقولون: إن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الإيمان، فلما تعارضت المشيئتان غلبت مشيئة من؟ العبد. فكيف ذلك؟ هذا الذي جعل المعتزلة القدرية يخرجون الكفر عن كونه مرادا لله حتى لا يثبتوا تعارض المشيئتين مع غلبة مشيئة العبد. وأصل الغلط أنهم وصفوا محبة الله وتشريعه بالمشيئة، هذا خطأ. انتبهوا، الله أراد شرعا الإيمان من الكافر، وهل الإرادة الشرعية لابد أن تقع؟ قد تقع وقد لا تقع. فالله يحب الإيمان من الكافر، لكن ليس كل شيء يحبه الله لابد أن يقع. فهم وصفوا المشيئة والإرادة الشرعية فهم وصفوا المحبة والإرادة الشرعية بماذا؟ بالمشيئة التي لابد أن تقع. فإذا شاء الله الإيمان من الكافر فلا بد أن يقع الإيمان، ومع ذلك في الحقيقة أن الإيمان لم يقع، فإذا انغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله. نقول: لا، أنتم أخطأتم في إطلاق المشيئة على الإرادة الشرعية والمحبة. عرفتم وجه الغلط؟ فإذا الله شاء الإيمان من الكافر ولا أحب ورضي الإيمان من الكافر وأراده شرعا؟ أحب ورضي وأراد شرعا، لكن إذا لم يؤمن فليس بلازم، لأن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. ولذلك قال الله عز وجل: ولو شاء. الآن إرادة شرعية ولا كونية؟ ولو شاء، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لما قلبها من كونها شرعية إلى 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 كونية، قال: ما في أحد يستطيع أن يتخلف عن الإيمان لو شئت كونا أن يؤمنوا. ها؟ لو شئت كونا أن يؤمنوا لآمنوا جميعا، ما يمكن أن تتعارض مشيئتهم مع مشيئتي. لكن الإيمان منهم لا أشاؤه كونا، وإنما أحبه شرعا. فقد يؤمن بعضهم وقد يكفر بعضهم، لأن المشيئة لابد أن تقع،
وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. هذا هو مبدأ الغلط الذي وقعت فيه القدرية، وهي الخلط بين المشيئة والمحبة، والخلط بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية.